الطفل بعد الولادة، حمام الطفل. راح نتكلم في هذا الدرس عن حمام الطفل بعد الولادة مباشرة. يتم غسل الطفل جيدا بماء دافئ مضاف إليه مادة مطهرة مثل السافلون. مقدار التخفيف ملعقة كبيرة أي 30 سنتي سافلون. تضع هذه المادة في لتر ماء تقريبا حتى يتم إزالة المواد المعلقة في جسم الطفل بعد الولادة مثل إفرازات عملية الولادة. أيضا إذا كان مثلا أشياء متعلقة بالبراز أو البول معلقة في جسم الطفل، حيث أن الولادة ممكن يكون في مواد تعلقت في جسم الطفل من المهبل، من مهبل الأم. أيضا في اليومين التاليين للولادة يتم تنظيف الجسم بالزيوت النباتية الخفيفة كزيت الزيتون أو مادة البروفين أو مستحضر خصيصا يعني مخصص للطفل نفسه بعد استشارة الطبيب. أيضا يتم بعد ذلك عمل حمام إسفنجي بلطف على جسم الطفل حتى تسقط السرة. أيضا ويلتئم مكانها، وحينئذ يمكن استعمال المقطس أو البيانو. وأيضا لابد تجهيز الفوطة والصابون والملابس النظيفة قبل البدء في الحمام، والاهتمام ببرودة جسم الطفل. يعني لازم نهتم في المكان بالتحديد ما يكون بارد. وإلى هنا هذه بعض النصائح بعد الولادة مباشرة وعلاقتها بسباحة الطفل وتنظيفه. إن شاء الله نشوفكم في درس قادم. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي.